ايوب بلالي اللي مشى ضحيه بسبب انه تم الاهمال ديالو في المدرسه، خلاوه تما طاح، ماشي هزو داو لينا دغيا للسبيطار، خلاوه تما بسبب الرياضه، جالس كيلعب في الرياضه طاح، خلاوه تما خشوا في البراكات العزاز وخاشينو تما حتى يشوفوا واش مخلص لا سيروس ولا لا، على 100 درهم باش يشوفوا واش مخلص لا سيروس ولا لا، خلاو لينا خويا تما. ومن بعد داو لينا المنصور، راحوا لينا تما، خويا كيهضر معايا ويعنقني ويقول لي يا اختي سمحي ليا، كيقول لي قول لي ماما تخرجني دغيا من هنا راه غيقتلوني هادو. خويا وقف وعنقني مسكين، وبقى معنقني معنقني في الحر معنقني، وكيقول لي تهلا في ماما وخليتها لك، تخليت لك ماما تهلا فيها، انا مسامحك اختي تهلا في ماما، انت راك باغي نفرحها، هدفه انه يقرا هذا العام، هذا العام دار اللحيه وهدفه غيقرا، هدفه غيقرا ويفرح ميمتو، ميمتو عزيزه عليه مسكين، بغى غينجح هذا العام ومشى ضاع منا، وكبدتنا وتشوينا فيها واخويا وتشوينا فيه بسبب الاهمال، واش هاد الاهمال اللي مشى لينا فيها اخونا غيعوضوا لينا؟ واش 100 درهم ديال لاسونس غيشوفوا واش خلص ولا ما خلصش؟ تسنى خويا ويخلوه يتوفى ويموت لينا، طب ما تدانوش به ملايحين، وتما كنقول لهم طلقوا لي اخويا انا ندي في ماك الكنينة. انا موت هذاك الوليد اللي مات في المدرسه، وايوب مات، ما تقوش المدرسة وخلاو سخفان ومغط في الأرض، وما جابلوش لابيلانس وخلاو مرمد في الأرض، وشداتو الرعشة وتبوريشو ما كانش ليه الزو ولمو وغطوه، ومشيت للسبيطار وبقاو يطيرو بيه من هنا لهنا بلا والو، وفينكم الطب ما كاينين طبا، وفينكم الفرمليات وبقاو يجبدولو في يديه بلاستيك هو تيموت وما تيجبدولو في يديه تيحيدولو في الدم، وتا الأكسجين ما لقاوش باش يديرولو لفمو. وما كاينين اسعافات، و المهم تي المدير كون داه كون طالبيه الكونينيك، و ولدي مخلص لاسورانس و تيقولوا ما مخلصش لاسورانس، و ولدي مخلص في اول سنه لاسورانس جمعيه الاباء، راه الناس حاضرين، راه الناس حاضرين، راه صحابو هما اللي شدوا النوبه باش خلصوا ليا، شافوني شاد النوبه وقالوا لي الوالده نخلص لكم نخلصوا لك انا. واه مهمتي، وراه هذيك اللي مكلفه بجمعيه الاباء والاسورانس هي اللي خلصت لي وقادت لي، زكيه وزكيه حاضره هي اللي خلصت لي وقادت لي، قالت لي ما تشديش النوبه. واه مهمتي، وفينك ايوب، وادفنك في شبابك ايوب. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.